السلام عليكم، معاكم الاء جمال وفيديو جديد. الفيديو ده بصراحه انا عاملاه لفريده، هي عندها 3 سنين، كانت عايزاني اعمل لها فيديو ولما اتاخرت عليها بعتت لي وقالت لي انت يايا. اي نعم انا مش عارفه يعني ايه يايا، بس حزت في نفسيتي قوي اني ابقى يايا في يوم من الايام ويقولوا اليايا راحت واليايا جت. لا لا، فانا عامله الفيديو ده عشان انا بضعف قدام الاطفال قوي بصراحه، وعشان اثبت لفريده اني مش يايا. دعونا نتفق ان الطفل الاول ده مهما كان بقى بنت ولد قرد انفض، بس اسمه اول طفل فبيكون ليه مميزات خاصه. يعني انا اختي الكبيره كان عندها لعب كتير بورقتها، هدوم كتير اول لابسه، ألبوم صور كبير ليها لوحدها بكل اوضاعها ورياكشناتها وهدومها. بيجي الطفل التاني بقى، فين لعبي؟ العبي بقطع غيار لعب اختك القديمه، هدومي، البسي لبس اختك اللي صغر عليها. الطفل التاني ده حياته كلها بتكون مستعمله، فين البوم صوري؟ الكاميرا باظت تقريبا. اتفرجي على صور اختك وانبسطي وانت بتتفرجي كده واضحكي، اضحكي، ولو ما ضحكتش بتتضرب. يعني مش ظلم بس في قهر كمان. نيجي بقى يا فريدة نتكلم على اهتمام وتركيز الام مع اول طفل اللي هو انت. المذاكرة مثلا، يلا حبيبة ماما اكلنا البندق والفستق واللزدق، اكلنا كيلو الشوكولاتة وكرتونة الشيبسي، يلا بقى نعمل الهوم ورك مع بعض، وتلاقي اهتمام عنيف جدا بالمذاكرة وكأن الطفل هيحضر الدكتوراه في كيجي. ويوم الامتحان بيبقى توتر وانهيار عصبي، وتلاقي الالف ارنب والبه بطة بيطلعوا للام في الكوابيس بالليل، وتصحى مفزوعة تلاقي نفسها بتسمع القطة المشمشية، حالة غريبة من التوتر، وتقول لك اصل التعليم في الصغر النقش على الحجر. الطفل التاني بقى بياخد بالحجر ده على دماغه عشان يحل الهوم ورك لوحده بعيد عنها. مفيش بقى الحاجات الحلوه والدلع اللي اخدها الطفل الاول، بتكون اتقرصت بقى واكتشفت انها دفعت 7 مليار مثلا على الطفل الاول وهو لسه في كيجي. فالطفل التاني بيجي يلاقي حظه قليل في الدنيا، تلاقي مامته واقفه له بسلك كهرباء عريان كده وتقول له ها ها هتعمل الواجب ولا كل يوم نتكهرب؟ مش معقول كده، فاتوره الكهرباء زادت الشهر اللي فات قوي. تركيز الام مع تاني طفل بيبقى عامل بالظبط زي تركيزك مع الدكتور في محاضره 8 الصبح. بس بما انك يا فريده طبعا مش فاهمه يعني ايه محاضره 8 الصبح، فيكفي اني اقول لك ان وانا داخله الكليه اقدم ورقي فكانوا عايزين شهاده ميلادي، قلبنا البيت كله، مفيش ليا شهاده ميلاد ولا صوره حتى، مفيش اي اثبات اني موجوده في الدنيا. بس مش دي برضو المشكله، المشكله اني بعد ما طلعت شهاده الميلاد من السجل لقيت تاريخ ميلادي في شهر 4 وانا كان بقالي 7 سنين بحتفل بيه في شهر 1. ولما سالت ماما قالت لي اصل انت اتولدتي في يوم وسجلناه في يوم تاني. قلت لها يعني انا اتولدت امتى بالظبط؟ قالت لي مش فاكره، وقعدت تاكل في شر وتضحك. هو انا لقيطه؟ والله احنا لو لقيطه كنت عرفت معلومات عن نفسي اكتر من كده. ده انا لما حد بيسالني عن تاريخ ميلادي بعتبره سؤال محرج وبعتذر عن الاجابه عشان ما اعرفش تاريخ ميلادي. والله يا فريده يعني حاجه يايا خالص. فلازم يا فريده بما انك الكبيره تشكري ماما وتقولي لها ميرسي يا ماما على الخدمه لسبع نجوم. دي علاقه الام بولادها. بالنسبه بقى لعلاقه الاب بولاده فدي مش هتكلم عنها كتير، عشان انا بشوف ان الاب ما هو الا مكنه اي تي ام بتدخلي فيه الكارت كل اول شهر يطلع لك فلوس، وبقيه الشهر بيبقى فيه عطل فني. يعني لو جربتي في نص الشهر كده تدخلي الكارت في بقه هتلاقي اتكتب لك على بطنه كده هذه البطاقه غير صالحه للاستخدام، فبتستني لاخر الشهر تكون اتصلحت. بصي يا فريده حاولي تضغطي بالراحه كده على بطن بابا، احتمال المصروف يطلع من بقه. لو المصروف ما طلعش يبقى بابا عيان يا فريده والف سلامه مقدما. بالنسبة بقى لعلاقة الإخوات مع بعض فدي أنواع، في النوع الوديع اللي هو بيبقى مبسوط إن في كائن تاني أصغر منه فيحس إنه كبر، شعور جميل، ويقعد بقى يلعب بيه مش معاه، حب مؤذي يعني، اللي هو بوس لدرجة إن الطفل تجيله قرشة نفس، تقرص له خدوده لحد ما تلاقي الخدود طلعت في إيدها، ومن الحب ما قتل معروف. النوع التاني بقى اللي هو النوع العنيف، اللي هو بيبقى متعود ان هو اصغر واحد في العيله، وكل ما حد يشوفه يجيب له هدايا ويقعد يلعب معاه ويقعد يقول له كلام مش مفهوم على سبيل المثال، يعني كوتي كوتي ياتي كميله بطه، وفجاه يلاقي كل ده تلاشى بعد ظهور كائن جديد هو اللي بقى يروح له الهدايا والاهتمام وكوتي كوتي وكل حاجه، فيبدا يتساءل عن هذا الكائن وتبدا تجيله افكار عدوانيه للتخلص منه. انا اعرف واحده يا حبيبتي قفش اخوها بيرميها من البلكونه، يا ابني ليه بتعمل كده؟ عشان العب باللعب لوحدي. طب ما تلعبوا مع بعض يا اناني يا رخي. بصي يا فريده اوعي تضربي غزل اختك الصغيره، ما تبقيش انت والزمن عليها احسن. الطفل التاني ده بيشوف يايا كتير قوي. يعني ايه يايا يا فريده؟